خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد لأجل صلاة العيد، فرأى الصبيان يلعبون ووجد صبيا واقفا يبكي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما يبكيك أيها الصبي؟ فقال له الصبي وهو لم يعرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم: دعني أيها الرجل، فإن أبي مات في أحدى الغزوات مع رسول الله، وأمي تزوج بغير أبي، فأخذ داري وأكل مالي، فسرت كما تراني عاريا جائعا حزينا ذليلا. فلما أتى يوم العيد رأيت الصبيان يلعبون، فتشتت حزني فبكيت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن أكون لك أبا وعائشة أما وفاطمة أختا وعلي عما والحسن والحسين إخوتان؟ فقال له الصبي: أكيف لا أرضى يا رسول الله؟ فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وتوجه به إلى داره، فأطمه وألبسه لباس العيد، فخرج الصبي يلعب مع الصبيان. فقال له الصبيان: كنت واقفا بيننا الآن تبكي، وما يضحكك الآن؟ فقال لهم: كنت جائعا فشبعا، وكنت عاريا فكسي، وكنت بغير أبي، فأصبح رسول الله أبي وعائشة أمي وفاطمة أختي
وعلي عمي والحسن والحسين إخوتي. فقال له الصبيان: يا ليت أبانا ماتوا في أحد الغزوات مع رسول الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله
كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا سبحان الله بكرة وأصيلا لا
وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله.